اللهم ارحم ميتا صعدت روحه إليك ولم يعد بيننا وبينه إلا الدعاء. اللهم ارحمه واغفر له وانظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا الله وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك. اللهم أنزل نورا من نورك عليه. اللهم نور له قبره وآنس وحشته ووسع مدخله. اللهم ارحم غربته وارحم شيبته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود.